اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في تلفزيون جيبوتي، وكالعاده نستهل هذه النشره بعناوين بابرز العناوين. وفي العنوان المحلي، سلسله من الحرائق اندلعت في مختلف الاحياء التابعه لبلديه بلبله. وفي سياق دولي، قتل 8 اشخاص واصيب 15 اخرون في مدينه مندغوريا التابعه لنيجيريا. كانت تلك أبرز العناوين. وفي التفاصيل، كما قدمت في العناوين، اندلع في بلدية بلبلة حريق هائل أدى إلى تدمير عدد كبير من المنازل الخشبية دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية. هذا وهرعت سيارات الدفاع المدني ورجال الإطفاء إلى موقع الحريق في حي المعروف ب4 متر من أجل السيطرة على الحريق والحيلولة دون امتداد النيران المشتعلة إلى البيوت المجاورة. ورغم الصعوبات التي واجهها رجال الإطفاء وعناصر الدفاع المدني بسبب ضيق الطرق، فقد استمرت عمليات الإطفاء الحريق الكبير الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة وتدمير 50 منازلا. هذا ويواصل المسؤولين إلى معرفة دوافع اندلاع الحريق الكبير الذي لم يعرف حتى الآن أسباب اشتعاله. وفي سياق متصل، اندلع حريق آخر في حي برواقو التابع لبلدية بلبل المعروف بحي شرف، حيث يصل المنازل التي تدمرت جراء الحريق 7 من المنازل دون وقوع خسائر بشرية. ووصلت سيارات الإطفاء في موقع الحريق، حيث تمكنوا من السيطرة عليه بصعوبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وضيق الطرق، ولم يتم معرفة سبب الحريق حتى الآن. وإذا نواصل، حيث اندلع حريق آخر في بلدية بلبلة المعروف ببلبلة السابع، حيث احترق العديد من المنازل دون معرفة سبب اندلاع هذا الحريق. وتسبب هذا الحريق بخسائر مادية جسيمة في المنازل التي احترقت فيها، حيث يصل المنازل التي تدمرت جراء الحريق حريق 6 من المنازل دون وقوع خسائر بشرية. وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق، وتجدر الإشارة إلى أن الحريق بلبلة السابع هو 3 حريق في يوم واحد في بلدية بلبلة، الذي انتشر بسرعة كبيرة ما نتج عنها صعوبة إخماده. في دار القافلة التنمية، تواصل جمعية قبيدة جهودها التنموية في ناحية عصاعيل التابعة لإقليم الدخل. في هذا السبب، قامت جمعية قبود يوم السبت الماضي بتدشين مكتبة جديدة من هذه الناحية، وأجرت هذه المناسبة بحضور وزير النقل والمعدات السيد محمد عبد القادر موسى حلم، وسلطان الناحية قبعاد السيد حبيب محمد باكو، ورئيس الجمعية السيد حسن أو حسين عبد الله عباس. وتقدر مساحة الإجمالية للمكتبة التي مولات من قبل جمعية قبعد للتنمية حوالي 60 متر مكعب، وتحتوي حوالي 2600 من الوثائق وبيانات مرئي ومسموعة. وفي مداخلة لوزير النقل والمعدات السيد محمد عبد القادر موسى حلم في هذه المناسبة، أشار إلى أهمية هذه المكتبة لصالح أهالي القادنين في ناحية عصاعيل، مشيدا في وقت ذاته جهود الجمعية قبعد التنموية الرامية إلى تحسيس الثقافة العامة في أوساط الشباب القادنين في المناطق النائية. كما حث المسؤولون على الحفاظ على هذه المكتبة التي ستقوم بدور كبير في ترقية التعليم في هذه الناحية من خلال ممارسة القراءة، التي يعتبر أحد أهم الوسائل التنموية خاصة لدى الطلاب الذين يرتبون هذه المكتبة، كما أشاد بالجهود التي بذلت من أجل تنفيذ المشروع، مقدما للشكر لجميع الجهات التي ساهمت في بناء المكتبة، مؤكدا عن استعداد دائرته الوزارية التام لمساهمة مواصلة الأنشطة التعليمية، كما قدم شكري وتقديري للجمعية على هذه اللفتة الكريمة.
ترأس أمين العام لوزارة العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد عبد الله علي محمد حفل تسليم شهادات تقديرية بعد اختتام دورة تدريبية حول تحرير الوثائق الإدارية والإعلام العامة، وذلك في مقر المعهد الوطني لإدارة العامة. وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز القدرة العاملين فيما يتعلق بكيفية كتابة الوثائق الإدارية وتحقيق الإنجازات الإدارية والأنشطة الإعلامية العامة في الوزارة التي شاركت في الدورة. وشارك في هذه المناسبة الاختتامية الأمين التنفيذي لوزارة العمل السيد محمد عوالي ومنسقة الدورة السيدة عائشة سليمان ومدير المعهد الوطني للإدارة العامة السيد شرماكي إدريس، إلى جانب المستفيدين من هذه الدورة من مختلف الوزارات الحكومة منها وزارة العدل والصحة والتعليم والعمل. يذكر أن هذه الدورة نفذت من أجل تقديم الفرصة للموظفين في المؤسسات الإدارية في البلاد لاكتساب المعرفة والقيام بأعمالهم الإدارية بطريقة ملائمة في ظل التطور الهائل الذي يشهده القطاع التكنولوجي. وفي مداخلة لأمين العام لوزارة العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد محمد عبد الله في هذه المناسبة قال فيها: إنه لشرف لي أن أشارك معكم في حفل اختتام هذه الدورة المتعلقة حول كتابة التقارير والخطابات والتواصل مع المؤسسات الإدارية. وواصل الأمين كلمته حيث أشار إلى أن إدارة العامة توظف شخصيات ذات تخصصات مختلفة، وهذا يتطلب إلى تقديم دورات تدريبية منتظمة تهدف إلى كيفية كتابة التقارير والمعلومات بشكل سلس. وقال إن كتابة تقرير أو رسالة أو بيان أو مرسوم في الإدارات العامة تتطلب إلى كل واحد منا إلى كتابات معينة، وإن كتابة التقارير في إدارات العامة تهدف وتعالج إلى شيء معين، فلهذا فهي ضرورة بالنسبة لكافة الموظفين في هذا المجال. ورصد تلفزيون الوطني انطباعات المشاركين في حفل اختتام الدورة وتوزيع الشهادات. أشاروا إلى أهمية هذه الدورة التي تهدف إلى كيفية سياقة التقارير والخطابات بين الإدارات بشكل مختلف، وأكد أن هذه الدورة من شأنها تعزيز قدراتهم الفنية، وقدموا شكرهم لكافة المنتسبين لمعهد الوطني للإدارة العامة لهذه المبادرة. يتوفر في مشفى بلبلة الشيخ خدمات الأشعة المعروفة بجيدولوجيا والسكانر، وذلك لتقديم رعاية صحية ذات الجودة عالية للمواطنين الجيبوتيين بصفة عامة والمواطنين القادرين في بلبلة بصفة خاصة. وتم خلال هذه الفترة الأخيرة تعبئة هذا المستشفى، وتعلن وزارة المواطنين الكرام بالتعليم أو سانير متوفرة في مستشفى بلدية بلبلة. وفي الأنباء المحلية، قامت قسم الجمارك بتعاون مع قوات المسلحة صباح اليوم بقبض على كميات كبيرة من السجائر الممنوعة بيعها في الأسواق الخاصة، إضافة إلى عديد من المواد أو الأدوية للصيدلات في ناحية دمرجوك. ويقدر الكميات المقبوضة حوالي 60 كرتونا مكونا من السجائر ومواد الصيدلية. وفي مداخلة لمدير الجمارك السيد جوليت قام إذن هذا، وتم القبض على عديد من المواد المختلفة الذي يقدر 60 كرتونا مكونا من السجائر الممنوعة بيعها في الأسواق العامة في العاصمة والمناطق الداخلية، إضافة إلى النواحي وأيضا المواد المكونة من الأدوية للصيدلات. وتم قبض هذه المواد في ناحية دمرجوك، ويقدر الكميات المقبوضة حوالي 60 كرتونة مكونا من سجائر ومواد لأدوية للصيدلات. وفي مداخلة لمدير الجمارك السيد جوليد قام بترحيب هذا العمل المقدم من قبل العناصر الجمارك وقوات مدعومة من قوات المسلحة الجيبوتية، وشدد مخاطر هذه الأنشطة على اقتصاد البلاد. شارك العدون الجيبوتيون 6 منافسات الألعاب القوى للدول العربية المقامة في تونس، حيث فاز العداء الجيبوتي محمد إسماعيل إبراهيم ميدالية ذهبية،
وكما يشارك العدوين الجيبوتيون السيد إبراهيم حسين بوح وجمال عبد ديري منافسات نهاية لسباق 5000 في مساء هذا اليوم. وفي الساحة الدولية قتل 8 أشخاص وأصيب 15 آخرون في هجوم انتحاري نفذته امرأة دخلت المسجد في مدينة مندغوري عاصمة شمال شرق نيجيريا التي غالبا ما تستهدفها هجمات جماعة الإرهابية بوكو حرام. مزيد حول هذا الموضوع نتابع في التقرير التالي. فجرت انتحارية نفسها داخل مسجد في مدينة ميداغوري عاصمة الشمال شرقي نيجيريا عقب صلاة الفجر حسب ما أعلن مسؤول في وكالة الوطنية لإدارة الطوارئ. وقال مسؤولين السكان تتبع الفتاة بعد أن شكوا بحركتها، وعندما اقتربت من المسجد طالبوها بالتوقف لكي يتم تفتيشها، إلا أنها اندفعت نحو المسجد وفجرت نفسها. وأنه تم تحديد موقع تواجد 3 انتحاريات في ميداغوري قرابة التوقيت نفسه، وقتلت 2 منهن في منطقة ماماني أثناء محاولتهما تخطي الطوق الوقائي الذي تم حفره عند أطراف المدينة، فيما فجر 3 نفسها في ضواحي سماري، وهي مرة ثانية في الأسبوع التي تحاول فيها 4 انتحاريات تسبب بمجزرة في مدينة ميداغوري. وقتل 19 شخص على الأقل وجرح 23 آخرون في تفجير 4 نساء عبواتهم في منطقة مالوي في ميداغوري اليوم الاثنين الماضي. وكثفت جماعة بوكو حرام المتطرفة من استخدام النساء والفتيات في هجماتها الانتحارية بعد أن اضطر جماعة إلى فرار من المناطق التي كانت تسيطر عليها تحت وطئ عمليات عسكرية لعدد من الدول المنطقة. وإلى كاميرون، حيث قال وزير الدفاع الكاميروني جوزيف بيتي إن كاميرون بدأت عملية بحث عن 34 شخصا فقدوا بعد انقلاب قارب عسكري. مزيد حول هذا النبأ نتابع التقرير التالي. قارب كان يقل 37 شخصا بينهم جنود ينتمون لفرقة الرد السريع، وطاقم العمل كانوا في مهمة إمداد قبالس جزيرة دي بوندشا بجنوب غرب بلاد يوم الأحد. ورصدت مروحيات آثار وقود ووجهت دوريات بحرية إلى موقع المحتمل للقارب. وقال أسهم حتى الآن تم إنقاذ 3 جنود، ولكن يبدو أن قارب قرق في قاع البحر وقد تم تحديد الموقع، وتجري حاليا عملية البحث عن ناجين. وأفادت تقارير أن مياه البحر كانت هائجة وأن مركز المراقبة فقد اتصال مع القارب، وأمر رئيس الكاميروني بول بيا بتشكيل خلية الأزمة لتنسيق عمليات البحث. بهذا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.